صباح الخير مرة تانية. النهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل شوية ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مايل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط للرياح في بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. مزيد من التفاصيل عن درجات الحرارة المتوقعة النهاردة تابعونا دلوقتي. القاهرة العظمى فيها 31 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 32 والصغرى 22، اسكندرية 29-24، العالمين الجديدة 29-23، مطروح 29-24، السلوم 29-20، دمياط 28-24، بورسعيد 29-23. إسماعيلية العظمى فيها 32 والصغرى 23، السويس 32-24، العريش 30-23، طابة 32-24، كاترين 30-19، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 34-26، الفيوم 32-23. نروح لبني سويف العظمى فيها 32 والصغرى 22، أسيوط 33-22، سوهاج 36-23، قنا 37-24، أسوان 39-26، الوادي الجديد 37-23، حلايب 32-25، وأخيرا شلاتين 36-26. ودلوقتي نروح لأحمد وجمانة نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا رامي، شكرا جزيلا.